لن نتردد إن شاء الله في فعل كل ما نستطيع. لن نتردد إن شاء الله في فعل كل ما نستطيع. وسنواجه العدوان الأمريكي، أي اعتداء أمريكي لن يبقى أبدا بدون رد، والرد لن يكون فقط بمستوى العملية
التي نفذت أخيرا في استهداف الأمريكيين في البحر بأكثر من 24 طائرة مسيرة وبعدة صواريخ. الرد أكبر من ذلك،